ولا معكن. تهيأ لي هيك الصباح يقولوا لي سوف ننجو، وهو في المقلب الآخر من هذا العالم يشرب قهوته الصباحية في بلاد الحضارات وحقوق الإنسان وراحة البال، ويقول اهدئي حبيبتي فالغد مشرق، ثقي بي. وما أدراه هو بصباحاتي الشاحبة وابتساماتي المزعومة وطاقاتي المهدورة على اللاشيء ومحاولاتي البقاء على قيد الحب الافتراضي. وما أدراك أنت بصباحاتي حبيبي. حبيبي ما تصدق ستوريز، حبيبي ما تصدق الصور، حبيبي إنها مجرد محاولات، مش كذب ونفاق، إنما محاولات البقاء على قيد الحياة والحب، محاولات. استمتع بها. نو ولا تصدقها يعني تماما. اللي عنده حب افتراضي وعلاقات في المقلب الآخر وصداقات، يعني ما ضروري حب، بيعرف عن شو عم بحكي. عرفتون هيدولي اللي قاعدين بالمقلب الآخر؟ هلا أكيد بيتعاطفوا معنا، ونحن أوقات منصير نخفف عنهم وبدقوا هيك موهولين، ألو عن جد ما عندكن خبز؟ نصير نقولن لا يا عمي أنا عم بتشمس مدري وين، أو عم باخد كيس نهار الجمعة مدري وين. It's okay، إنها أزمة مفتعلة ولا يهمك. أوقات بيكون مودنا هيك هالجو، أوقات ما بدنا نعطلن همنا، وأوقات بعز علينا يشفقوا علينا، بزعجنا هيك كبر نفس نحنا، يعني نكون من هيدول اللي بيقولولن عن يسألون هيك قصص. وقت بيكون المود عالي ومرتفع، بس ما أدراهم هم بلحظات الانكسارات اللي ما من شركة مع حدا، خصوصي لما هن، يعني هن نصير نتخيلن كيف عم يشربوا قهوتهم الصباحية والعصافير تزقزق، وأيامهم ما فيها مش مفاجآت، ما فيها صدمات. وإذا شي مرة حبيت تسألهم كيف واعيين اليوم، بيتفاجئوا، يعني أنه كيف بدنا نوع روتينهم الصباحي نفسه تقريبا، دايما عندهم طاقة مثلا يقوموا يعملوا سبار، يعني ما في يوم بيوعوا مكسر جسمهم ما عارفين ليه، مع انه ما شايلين جبال مثلا، دايما بيشربوا القهوة بذات الوقت، انه يعني ما في شي بيطلع من براتهم
انه بغير لهم مجرى حياتهم، بينزع لهم شغلهم. ما في مرة بيكونوا حاطين انه بدهم يشتروا هالشغلة بس ما بيقبضوا، او بيوعدوا ناس بدهم يدفعوا لهم بس بيرجعوا بدقوا لهم بيقولوا لهم سوري ما في دفعة هلا، او انه بتنقطع الكهرباء هن وعم بيبعتوا ايميل مثلا. انه هاو التفاصيل اللي هي تفاصيل بس تنزع يعني اشياء كافية، ما بنقي عم برسم رواية انه اتنين بحبوا بعضهم، واحدة بدول العالم ما بعد التالت، واحد عايش بنيويورك سيتي مثلا. مش ما في تكافؤ، ما بتزبط العلاقة، بتصير هي تشتغل على المود تبعها لما تبين قدامه انه هيدي جاية من كتاب لميزرابل. يعني كل يوم بتقوم بتزبط حالها، بتبعت له صورة بكامل اناقتها لمي انه تبين على حقيقتها يعني المزرية، وبتفتعل قصص حلوة بتفرجيه انه نحنا يعني بافضل حال، بل احيانا بتصير بتتفرجيه انه هي مبسوطة أكثر منه. هو حياته كتير منظمة وعلى مواعيد، يا حرام ما عنده هيك جنس الحياة. هون الحرية والفوضى، وأحيانا بتنجح لدرجة انه معقول هو رغم كل الاخبار الفاجعة اللي بتوصل له يقول انه يا الله شو مشتاق للبنان، نيالك بس ما قادر اجي. هو فعليا ما بده تو حبيبي تو كم تو لبنان، يعني منا من ضمن خططه. بيت القصة كملكم اياها، شوف إلا أنه أنا ما قادر أجي لعندك على بلاد الظلمة والظلام والظلم، معود على عيشة معينة. قومي تعال عندي، قومي تركي كل شي وراكي وتعي. المزرق هو عم بيقلنا تعي، كل يوم بتلاقي له حجة، عارفة حالة إذا راحت ما رح ترجع، ونقص الجرأة تفل وتترك كل شي وراها. ممكن بطلع مش معودة ع دول العالم الأول، هو إلا قومي انتفضي لا تقفي مثل المسمار، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. وقلن هيك فترة وبيزهق وبيفل وبتخلص الحكاية. هو بيقول عنا جبانة، وهي بتقول عنه مجنون، هي بتقول عنه بكرة بيرجع، هو ما بيرجع، هو بده كل شيء، ما قبلين بأنصاف الحلول يعني. وهي كمان مآمنة كتير بالأقدار، يعني جبن يعني واحد يؤمن بالأقدار وما يصنع أحيانا، يضل متكل عليها كل حياته. 20 مرة إجا وراح التلج سنة. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدول إيمان شديد وقاطع أن المداومة على الصلاة والإلحاح بدون كلل
أو ملل بغيروا الأقدار. في ناس ما بتأمن بهالشي، أنا بقول مبلا، وإلا ليه مندعي ليل نهار على نفس الشي؟ ليه في دعاء أصلا إذا كان في قدر هو مرسوم لإلنا دايما وما بيتغير؟ ليه في نوايا منحطها لشفاء أحد من مرض خبيث لأنه شي يتحقق كبير بحياتنا أو حتى صغير؟ ليه منطلب من الرب إنه يحقق لنا إياها زي مكتوبة مكتوبة حكما؟ فأكيد دعاء بإصرار أكثر من الإصرار بإيمان، ولو كان هذا الإيمان بقدر حبة خردل لقلت لهذا الجبل انتقل من هنا لهناك فينتقل. أحيانا تلزمنا هالنقطة من الخردل لتتغير كتير أشياء بحياتنا، وهي اللي نقصتنا أغلب الوقت. نجي لعندك نطلب شغلة مرة مرتين ثلاثة بإيمان محدود نسبيا لا يرتقي إلى تلك الحبة من الخردل. يا منيأس ومنفل، يا مننسى، يا منتخنق معك وينك ما سمعت. يمكن بيلزموا كتير ليالي من الدعاء، بيلزموا أكتر بكتير من الإيمان اللي عنا. كرمل هيك بعض الأشياء بيخلص العمر وما بتصير، ما منآمن فيك بالدرجة المطلوبة، وكمان نحن ما منغير بقراراتنا، جبننا بيمنعنا. نستقيل ونستسلم أغلب الأوقات، مش من الصلاة بس، من الحياة عموما، من التغيير، من التقدم، من أي فكرة جديدة بتخطر عبالنا. كمان مع الصلاة مطلوب إنه نعمل نحن تطور بذاتنا. إذا قاعدين بذات المطرح وعم نطلب من الكون يتغير لصالحنا، صعب كتير. نطلب طالبين ننجح بدون ما ندرس، طالبين نتطور بدون ما نعمل أي خطوة لقدام، طالبين تتصلح كل علاقاتنا بدون ما نعمل ولا أي اتصال أو اهتمام أو فعل حب. كمان كتير، ونحن أوقات كتير بنعملها. يمكن نفتكر أوقات هيدا من قوة إيماننا، مش مزبوط، أوقات من كسلنا ومن قلة إيماننا ومن أنه هيك يلا نتكل على الله ونمشي. مش هيدا هو، منلاقي مبررات لحالنا ومنلاقي جمل هيك شهيرة بعلمونا إياها وبقلوها بمجتمعاتنا، مجتمعاتنا الجبانة أغلب الوقت اللي دايما بدها تحط الحق على التانيين أنه ما تقدمت، أو على الله أنه ما عطاها فرص، مع أنه حتى بأسوأ الأزمنة، بأسوأ الأزمنة في فرص نحن ما بنعرف نستغلها. بدنا نستغلها ونقول يا رب حط إيدك معنا، مش نحط إيدنا على خدنا ونقول يا رب شيلنا من هون حطنا هونيك. هذا الفرق بين الناس اللي بيصروا على أهدافهم
والناس اللي بينطروا الفرص كلها تجي لعندهم. بيخدنا كتير وقت بهالعمر لنعرف الفرق. مهم مش مهم بأي عمر بأي وقت من هالزمن، المهم كل يوم نقنع حالنا بهالحقيقة نحن عم نصلي. ما نقعد بس هيك نشكي ونهمهم ونبكي، نحدد خياراتنا وشو بدنا للمرة الأخيرة بدون تردد، بكتير شجاعة وبكتير قوة وبكتير ثقة بالذات اللي هي منا غرور، اللي هي نوع من الإيمان كمان. لما بيمتزجوا مع بعضهم عفوا بيعملوا العجيبة المنتظرة، ما بتجي من براتنا، بتجي من جواتنا، من هيدا الإيمان اللي بيبين على حقيقته وعلى عمقه. تعو نوضع النوايا مع كتير ثقة، مع كتير إيمان، مع كتير شجاعة، مع كتير وعد لأنه نحن نتحرك كمان باتجاههم على قد ما بنقدر بدون ما نحط ضغط علينا، بس على القليل نعمل شيء. إذا اتفقنا على أنه هالعالم اللي عايشين فيه متواطئ ضدنا وكل يوم فيه نكسات وخيبات وضربات، ما اختلفنا، بس إلا ما يبين من شي مطرح طريق ما قدرة ما أنه واحد هيك يتحرك بهالمطرح. إذا ركزنا، إذا طلعنا، إذا حاولنا أقله، أحلى من ضلنا محلنا وعم نشكي. فيا رب نوعدك نقوم بالخطوة الأولى بأي اتجاه ببين لقلنا ممكن، وحط إيدك معنا. أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطول وتصفى صباح الخير رومانسية على النوستالجيا. هلا شو بعرفني شو عم بصير فينا هالايام، الله اعلم، على الدراما، على فوق احتمال كل البشر، على ما بتلحق تعطي رأيك بموضوع، على كل يوم تقتل النساء في هذا الكوكب، في هذا العالم العربي اللي كل رجال امرأة بتزعجه بيلاقي انه افضل وسيلة انه يشقفها يقطعها يقتلها لانه ما في محاسبة، ولانه بشوية علاقات مع السلطة او اذا تغيرت السلطة دغري يفر من وجه العدالة. يعني مش معقول، يعني من طالب، من زلمة تقدم لما قبلته، من مرة مجوزة، من قاضي، من سياسي، من يعني من زلمة عادي، من شوفير كاميون، من انه كله بده يفش خلقه هيك. يعني ما فهمت شو عم بصير بهالدنيا، شو هالفائق القوة يعني ضارب هرجال، ما فهمت. هلا ما تبلشوا تعملوا لي فيها ذكورة وتقولي وتبعتوا لي وانه شفتولكم شي مرة قتلت جوزة، يعني قليل، ماكسيموم تصفقوا بال شو اسمه الفاز على معطرة، مش عم تعمل شي هالايام، بدها سترة.
ما هي تعمل لها كم جريمة كانت، كان مش الحال، كان لبده بس ما عم تعمل شيء. مش عم شجع عليها بس انه لانه الرجال عم بيفلتوا من العقاب، يعني مش معقول. مش شعوبك، ايه برافو عليك. وبعدهم بأهلها، أهلها بعلموها هلأ هي هيدا مش أهلها قصة إنه ما رضيت فيه إجا قتلها، يعني في أشياء كمان إنه ما إلها علاقة بال ما إلها علاقة بالتربية. إنه نحن بنقول لها إنه إذا حكيكي كلمة مش منيحة إنه ما تقبلي، وإذا ضربك كفس ما تقبلي، وإذا إنه زعجك ما تقبلي، لأنه هذا بتحول لعنف أسري. وهي كنا بالعنف الأسري صرنا بإنه إنه بمجتمع بلومك إذا ما قبلتيه، كمان إنه أعطيه فرصة إنه قبلي فيه لما يعصب ويقتلك. يعني صارت إنه غير مطرح الموضوع، يعني كوني تحت أمره، جارية من الجواري، يعني قبلي شو بيقلك قبلي أحسن ما يقتلك. يعني إيه 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 شو عم بيصير؟ ايه شفتوا من امبارح هيدا حولونا المفتي اكل اعدام. محكمة جنايات المنصورة تحيل اوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة اشرف الى فضيلة المفتي لاخذ الرأي الشرعي في اعدامه بتهمة القتل العمد. ايه ما في، يعني انه لازم، انا ضد الاعدام كنت، بس بهيك شيء انه مش معقول. خلصنا بقى، شو هالفصيلة من الرجال؟ يعني مش معقول، يعني مش رجال هني، انه حيوانات بهيئة رجال، مش رجال. وانا ما عندي مشكلة مع رجال للمرة المليون بقولها، لانه كتر خير الله، يعني بحياتي يعني صادفت رجال ممتازين، يعني بدءا من بيي لكل الرجال اللي صادفتهم بحياتي. غنجوني غنج، هرقوني قد ما غنجوني، حبوني حب خرافي فعلا. يعني ولا مرة حدا إزاني بكلمة، عن جد عم بحكي، ولا مرة. يعني ما عندي تجارب سيئة، ما بعرفهم هاو رجال، بسمعهم على لسان سيدات وأوقات صاحبات وبعرف عنهم كتير، بس ما أنا بعمري ما التقيت بهيك شيء بعمري. يعني مشان هيك ما عندي، يعني أنا وقت الأحكي ما بحكي عن تجارب شخصية معهم أبدا. هلأ في خداع، في كذب، في اكيد تعرضت لكذب وهيك، بس انه منه انه ولا مره حدا تجرأ قال لي كلمه بشعه او انه كلمه يعني سيئه او اهانه او ضرب او اي، مش ضرب حتى، يعني اقل من ضرب ولا مره. بالعكس حبيت كتير، بس انه هاو شو كيف بيكونوا، يعني ما بعرفهم انه، وهل ما بيبينوا، هل بيبينوا مثلا هيدا اللي قتل بنت بالجامعة انه وقت كان يجي يقول لها انه بحبها، كيف كان يبقى شكله، كيف يعني اداؤه، كيف واحد بيكون انه بيقول من الحب ما قتل مثلا، انه حبها هالقد لدرجة انه قتل، انه كيف يعني شو هال امراض. اوكي هلا اذا بطلع بسيكياتر معي بيقعد يوصف لي ويخبرني وهيك ما بقتنع، يعني ما اوكي في امراض نفسيه ما اختلفنا، بس انا ما بقدر برر كل اللي بيرتكبه الانسان على انه كلنا مرضى نفسيين وكلنا بيجي عبالنا اوقات ننتقم من حدا لدرجه نقتله بس ما بنقتله. يعني انه ما في تبرير، ما في شيء واضح، ما بقبل. يعني بقدر انه انصف علم بكامله اللي هو علم النفس وفرويد بظهرهم انه ما بدي اقبل. السيد فضل الله مرة حكي انه المرأة اللي بيضربها زوجها ترد له الضربة. طب السيد فضل الله، السيد فضل الله ما في منه، لا لا، غير مخ، غير منطق، غير شيء، غير فكر.
قال هيدا قاضي بيحكم بالعدل وبيحكم. كيف واحد قاضي يعني عايش كل حياته قاضي بيعمل هيك شيء؟ لا وتفاصيل الجريمة مثل انه قاضي يعني مفروض يكون أذكى يعني، بس انه ترك شهود على جريمته وعمق انه غريب. أكيد ما إلي نفس أحكي عن هدول اللي بيدافعوا عن ردات الفعل والغضب والذكورة هدول كتير كتير جنس متدني من البشرية، أكيد ما في لزوم لا نحكي عنهم ولا نضوي عليهم ولا شيء، يعني شيء مضروب يعني كتير مضروب من البشرية، ما عم نحكي بليفل أعلى. تخلك وهيدا النايب بفوت مرته على المستشفى، ليه ما عدنا حكينا عنه؟ يعني ليه ما عاد حدا حكي عنه؟ هل قد عنده باور يسكت العالم كله؟ هاي فضيحة هيك لما كان غاضبا كمان. و هلأ هو تم تداول اسم معين، ما عرفت اذا مزبوط يما مش مزبوط، بس مين ما كان يعني انه ليه البني ادمين العاديين انه بيخبروا اساميهم وبينفتحوا وبيطلع خبر من المستشفى وبنسمع فويس نوت النيرس قالوا عرفتوا فلان كذا انه هيك بانه ومنعرف ونون حي وفي راء إلا هيدا نزل الخبر بفتكر لبنان ديبيت حطوه بدون اسم وبعدين ما عاد حدا جيب سيرته تداول على الواتساب جروب وهيك واختفى. ليه يعني انه اذا نايب تم انتخابه مرتين انه ليه بطل انه معنف اذا نايب؟ ما فهمت شو عم بتقول ريما عالغد صبحي شو ما بتقول ريما من الغد صباح الخير صباح الخير. كنا عم نحكي عن فوعة الرجال على قتل النساء عموما، فوعة الحكومات على قتل الشعوب. ايه حتقول شباك لباك. وانا انا انتبهت كمان على انه عايشة عشان ترضيك كمان اكتر من قدرتي على الاستيعاب، يعني ما بعرف اذا واحد بالحب الكبير بيقوله انا مش قايلة طب عمري. هلا وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة، وكتير حلوة الغنية وجميلة يعني اتنين يقولون لبعض، بس انه عايشة عشان ارضيك وشبك لبيك. ايه عندي تحفظ عليهم صراحة، وضعفك هتقويك حلوة تأمرها امرك شبك لبيك نو نو ما فيني هي وعايشة انه اذا زبطت معها تكون راضي وفرحان انه حلو حلو ليش لا، بس انه تعيش عشان ترضيك انه كتير كمان. مين كتب الغنية؟ لا واحد اول ما يسمعه وعلى قد ما فيه كامستري بيناتهم وهيك ما بينتبه بعيشها، بس اذا بده يفندها يعني بيلاقي انه في شوية تجاوزات مغارت علي بابا شبك لبك. اوكي يعني هيك فاصل ترفيهي قبل ما كمل انا وانتو وصول ميقاتي الى قصر بعبدة لاطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية، زيارة صباحية ميقاتي في بعبدة. هيك هذا بس هيك بس لنغير لكم جو انه يعني هيك النكتة الصباحية. يا تتذكري لما بعتتلي بتذكر لما كنت انه wishing انه اسمعك من لبنان لاسمعك live الصباح، هي كارول بكندا. انا هون من نيسان واكتشفت اني بحب اسمعك اكتر من كندا بدون ما اكون بالقعر as you say.
خيالي لملمت نفسي to send you this text. نيسان لكون من نيسان. اوكي بتقدر فكرة النبوعة وهالقد عندي passion. اسمع صوتك من برا love you كتير صراحة. بيطلع لك تاخدي as many vacations as you want. هلأ قدرتيني لما جيت لهون. حلو هلأ اقتنعتي اني لازم اخد vacation حبيبتي. ليه قدقلك؟ ليش بقلك هلقد بالقعر؟ ليه ما بتفلي؟ ليش عطلة ايه لتحكي هيك؟ عن جد عن جد I need it صراحة. ما بتصدقي قدي يما جاتي فليتي يما وين انت يما وصلت عليك. لا انا ما بعرف يعني ما بعرف انه كل الاعلاميين كل اللي بقدموا برامج اسبوعية على التلفزيون وطبعا انا شغلة تلفزيون وشغلة اذاعة التلفزيون اهون بكتير تلفزيون ومرة بالجمعة بياخدوا شو اسمه شهر رمضان فرصة وبياخدوا شهر تموز وآب فرصة وما حدا بيحكي معهم شيء وبفلوا وبسافروا وبيرجعوا وما حدا بيحكي معهم شيء إلا أنا بصير اترجاكم أخد فرصة يعني مش أنه مثلا أنه بحكي مع الإدارة لأخد فرصة بحكي معكم أنتم شخصيا بصير عشوائي بدي روح لعندكم على البيت اعتذر منكم فردا فردا وأنه ما بصير هيك كمان كتير أخدين وجه عليّ وعم بحكي جد مش عم بمزح. They are not ريمانجين. Yeah. They are not ريمانجين صراحة. ايه. بس انه شو انه ريمانجين بني آدم كمان بحاجة للراحة. والالتقاط الانفاس. خلاص ما بقى تقولوا شيء. بعرف بعرف. بعرف كل الكلمات الحلوين. وكل رفيقة العمر وما بنحلى من دونك وما حدا بس بيموت ورا حدا مش بنموت من دونك كنا نفتكر إذا تركنا حدا بنموت بدونه هيينا عايشين كتير ناس قالوا لنا ما تفلوا منموت هيهن عايشين ما بهن شي بميتوا لازيل بونجور مغير الموضوع لأنه بكرة منحكي بالفاكيشن. مبارح عم بحكي بنتي عمرها 8 سنين عم بتحاول تقنعني أنه ما ننزل على لبنان لأن لبنان مش حلو ما في كهرباء وبرغش كتير وقالت لي بكل براءة أنه المصاري اللي بدك تدفعهم منروح فيهم على other country لأن هالقد لأن هالقد منحبك على الفاكيشن أو كنزي بس بنتك شو عرفها بكلها مين مخبره عم تحكي مع ناس نيجاتيف بلبنان نزيه مين هاي مين عم تحكي البنت ما تخليها تحكي مع عالم نيجاتيف شو برغش كتير حبيبي تعالي حبيبي تعالي شو برغش ما برغش عم اصلا انه يوحد ما يجي كرمال برغش خلاص بقى عن جد زدوا العالم طب من حبك بتعطينا الأمل وهيك بتوضخينا شو بتوضخينا شو مهمين بحياتنا هن مرور كرام بس انت الأساس Thank you جورج مرة اجت وورمت من عقصة البرغش إلا هيدا فولكلور عادي سلا فولكلور ليبانيز معكي وفرصة لما بتروحي تكرم نادين ما فهمت شو قلتي احمد كنا عم نحكي عن قصة عن قصة القتل قتل النساء مؤخرا هيدا هلا عم شوف رسائل قديمة اللي اي عصر عصرنا الحالي مش عم تتابع بس انت لانك بسويد اكيد ما عندك هيك شيء موجودين بلا بكل العالم بس انه نحن لانه بالعالم العربي بعد اكتر وتظهر اكتر بس اني موجودين طبعا وين ما كان بستاتستيك موجودين كمان بالغرب ليش هيك عيب لانه هيك
لأنه هيك، لأنه ما في ثقافة العقاب، لأنه اطلع يعني من أصغر حدا عنده معارف، عنده معارف، انتبه مش انه شخصية، انه هو معروف عنده معارف، بيهرب من العقاب مع اساس بينحبس بيفلت. فطبعا الهروب من العقاب مثل كل شيء ببلاد العربية، ودغري بيلاقوا له امراض نفسية وكان غاضبا، بشجع الجريمة عادي من العيلة، بيضربها الرجال للمرأة، بتجي عند أهلها بيقولوا لها روحي أنت نقيتي، ضلك معه تتخلص الدنيا وحق عليك، بدون ما يسمعوا لها، يعني لو سمعوا لها حق عليك. وانتبه منهم انه بيكونوا منهم، يعني انه عائلة ما عندها ثقافة، يعني عندها ثقافة انه ثقافة يعني كتب وهيك، لا ما عندها، انه اوقات بتكون عائلة انه تفهم وهيك خلص بيقولوا له روحي لعنده انت نقيتي وانت لازم ضلك معه لاخر العمر وخلص، وروحي دبري حالك. واصلا ثقافة السكوت عنا بمجتمعاتنا يعني تتعود عليها البنت من هي وصغيرة، من اول ما يتحرش فيها جارة ما بتخبر اهلها خوفا من انه لانه ما يصير مشكل، من هي وعمرها 8 سنين 9 سنين ما بتخبر امها ما بتخبر بيها، لانه بعيطوا عليها لها، ما بعيطوا على ما بيتخانقوا مع الجيران، ولأنه بتعتبر فضيحة. وعم بحكي مش عن مجتمعات نائية وأمية وجاهلة، عم بحكي عن مجتمعاتنا نحن 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 بعدنا لليوم ما بيخبروا، لأنه ما بيعلموا البنات يخبروا، ولليوم ما بعلموا البنات يخبروا، إذا تحركش فيها الخوري أو الشيخ كمان زيت الشي، وبالمدرسة الأستاذ كمان زيت الشي، لأنه بيطلع الأستاذ دايما معه حق، وهي شفناها مش من زمان وبأرقى المدارس، بتبلش من هون وبتكبر، وكمان زيت الشي مع جوزة، وزيت الشي مع المجتمع، وزيت الشي مع اللي بتتدرج عنده المحامي أو اللي بتشتغل عنده بالمكتب وبالمستشفى وكل شي، وصولا لجوزة المصون كمان مع لي ضربة كف ماشي الحال، كله بيصير بين الأزواج، بتدق على المخفر بيقلها هي أشياء شخصية ما منتدخل فيها، بتكبر كمان أهلها هيدي بتصير بين الأزواج، كمان بي كان يمد إيده لما يعصب، بتروح على المحكمة كمان بيقولوا لها، بيجيبوا لها بسيكياتر شاطر بيقول إنه كان عنده اضطرابات نفسية ومريض نفسي، وبيطلع وإذا انحكم كمان بيهرب بندري لوين، وبيهربوه بيطلعوه وبتخلص القصة هيك، وهيك مقضينا، والضرب بيتحول لقتل، وبعدين بنصير نتبكبك وهيك، وهكذا دواليك. للتواصل مع ياريما فيسبوك تويتر انستغرام ريما جين، واتساب 7111102 7111102. كمان فاصل ترفيهي آخر، ميقاتي من بعبدة، سلمت عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة، ضحكي إذا أمكن أي شيء، يعني ابتسامة ضحكة شي هزلة، كأنه شايفته هالمشهد من قبل، مش معقول أكثر من مرة كمان. وفي ويب سايت أيه هيدا، مش معقول كل مرة بيطلع لي توني أبي نجم I'm Lebanon، حاطين لهم صورة قديمة طبعا، ما بعرف من أي إيفنت هيدا، ما بعرف ليش هاي الصورة، يعني مش صورة هيك فورمال، صورة لعون ومئاتي في قدامهم كباية عصير هيك، يعني للخبر درب أي عشاء
إفطار عشاء شغلة. تعلمون وأعلم أن الوقت مهم، وقدمت له التشكيلة اللي بشوفها مناسبة، وعون طلب أنه يدرسها ويعود إلي بها. ما عليكم ما عليكم ما عليكم، الوقت مهم. برافو عليك، تدوير الزوايا هاي هي، تخذ لها دراسة شي 4 أشهر 100%. وانت خبر رئيس جمهورية شي 6 سنين جمهورية. بدك تفلفل بس. توني بيقول رئيس الجمهورية قضى أكثر من 2 سنين من العهد يدرس تشكيل الحكومات. ام سقط البلد وكلنا. اي والله غلط بحقك سامحيني. عطوا فرصة تانية، كلما نحن مقضينا هلأ بالانتخابات النيابية عطيناهم فرصة تانية. هات نعيدة من أول وجديد، نحن شعب يعني غرامنا اعطاء الفرصة التانية والتالتة، ومنحنا بلا ذاكرة نعطيهم فرصة تانية كلهم. ليش انه النواب بس والكتل؟ انا كتير سمعتها بوقت الانتخابات انه ليه انتخبتون، انه ليه رجعتوا انتخبتون، وناس مقربين مني يعني، وعلى اساس انه نزلوا وقت على الثورة وكلهم يعني كلهم وهيك، قالوا لي انه قلت لهم انه هيك هيك عملوا وهن اللي وصلوا البلد لهون، وشو بكن نسيتوا انه ما الى زمان الثورة وانتوا نزلتوا ونمتوا بالارض بالذوق وهيك. قال خلص 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 نعطيهم فرصة تانية. قالوا ليه كنا عم نحكي اليوم عن قتل النساء، تماما مثل لما بيضربها كف بتقول كان معصب، لا أعطي فرصة تانية. يضربها قتلة بتقول كان رجع من السهرة سكران، كان غاضبا. بعدين بصير محلة للقتل، بعدين بتبطل تتعاطف معه، بتصير بدون قصدك مع انك يعني مع المبادئ والقيم وهيك، لما تشوفها عم تنضرب بتصير لا حول ولا قوة إلا خارجك. أعطيه فرص بعد، رغم أنه عم بيصلك أنت يعني القتلة معه، عم تكلها قتلة معه، بس أنه هيك من قهرك يعني. بالآخر هي بتصير جسمها بخاوي الضرب. أنا سامع نساء بيقولوا أنه ليش الحال قتلة وبتمضى، وبتقوم تاني نهار بتحط فوندوتان على مطرح المعلم أزرق وبتدعي أنها مبسوطة وبيمشي الحال بتكمل الحياة عادي. فينيس بلا كرامي، بس انت اللي بيوم من الايام قلت لها خرجيك، اذا ماتت مقبورة من القتل ما فيك، بدك تحمل لها صورتها وتنزل تنزل تصور كرمالها وتقول انه ما لازم تنضرب وما لازم تنقتل، وتدافع مش كرمالها عن المبدأ والقيم، لأنك هيك، لأنك خلقت هيك وربيت هيك، وما فيك تسكت عن الظلم لو هي برضاها. يعني المصيبة أنك عايش معهم لهيك شعوب، بس بوقتها شو بكون بقي الله أعلم. وبالآخر توصل لمطرح ما عندك حلو الكتير، يعني بدك تنطرن ليموتوا لتحملن صورن وترجع تدافع عنن من أول وجديد، يعني كم سنة بعد بتخد لمعنن؟ وهن مربيين جيل كمان بيشبهن الضربة، يعني كمان هكذا دواليك. ما هيدا اللي عم بقوله يا صديقي،
تحس ما في شيء تغير، بنفكر انه القصص تغيرت بس بعدها هي هي. ما هيدا اللي عم فكر فيه انا، انه كيف معقول كيف ما برمتها كيف بدها تتغير. كيف معقول تتغير؟ احتلال جديد مثلا، يعني نحن بشبه احتلال، احتلال دولة عصرية اسمه احتلال، لأنه في ناس بينادوا بهيك شيء، دولة اتحادية، انفصال مناطق عن بعضها، فيدرالية، ثقافة ثقافة، رح يضلوا بلد واحد. كل الاقتراحات يعني عموما ما عم تودي انه لشيء بيشبه اللي منحلم فيه. السرقين هن هن، مين بتجبلون يعني للفيدرالية ناس من مطرح تاني يحكمون؟ اعتبر صارت. مين بده يكون حاكم هالكانتون؟ مش واحد من القوية؟ ها ها ها، رجعنا للقوية. تفضلوا بقى. شو هيدا؟ عصيرة الفلة هلأ، وعلى سيرة رجعوا انه عم بير، انه في بعض اللي فلوا من زمان انه هلأ عم بيرجعوا يقصدروا بلبنان واهلا بهالطلة. هيدولي لما فلوا بالزمانات انه راحوا هيك يدبروا حالهم وفلوا وقت الحرب وهيك، ليك باي زمن رجعوا؟ رجعوا جمعة جمعتين انه هيك شقوا على اهلهم، بيحكوا عربي مكسر. هو ما كانوا فلين انه هيك، انه اوكي راحوا انه حرب وقاعدين هونيك كل الوقت، انه راجعين بعدهم محافظين على الكب النية والدربكة وعلى اساس انه راجعين بيوم من الايام. لا رجعوا ولا شيء، نحن مثلهم، ولادنا مثلهم. هو 40-50 سنة لهم، مش عم نحكي عن هيدا هلأ الجيل اللي قبله اللي قبله اللي قبله. كتير نيجاتيف أنا، بس إنه هيك عم بجرب إنه شوف استشرف. مفتح كل وردات صرت للغد حكاية صوت زاد.